في قديم الزمان عاش رجل من بني إسرائيل اسمه عمران، ويعود بنسبه إلى سيدنا داود عليه السلام. كان عمران هذا صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه، وتزوج من حنة بنت فاقود وهي من العابدات، وكان زكريا عليه السلام نبي ذلك الزمان، وهو زوج أخت حنة زوجة عمران. حملت حنة فدعت الله وهي حامل، ونذرت ما في بطنها لعبادة الله عز وجل، وطلبت من الله القبول، وعندما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نذرت حنة مريم لبيت المقدس، وبالفعل كانت مريم عابدة لله مطيعة له، لا تعصي أوامره، وكان قد كفلها زكريا عليه السلام زوج خالتها، فكان كلما دخل عليها المحراب وهي تصلي وجد عندها الرزق الوفير، فكان يسألها: يا مريم، من أين لك هذا؟ فكانت تجيبه: هو من عند الله. وفيها يقول رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد رسول الله. وذات يوم وبينما مريم عاكفة تتعبد لله سبحانه وتعالى، إذا برجل أمامها فخافت منه، فقد ظنت أنه يريد أذيتها والمس بطهرها وعفتها. سألته مريم بخوف: من أنت يا رجل؟ وماذا تريد مني؟ قال الرجل: أنا يا مريم رسول ربك، بعثني الله لأبشرك بأنك ستلدين غلاما زكيا من غير زواج. دخلت الطمأنينة إلى نفس مريم البتول، فقد عرفت أن هذا الرجل ملك من السماء وأنه لن يؤذيها، ولكنها فكرت في قوله أنه جاء يبشرها بغلام زكي، فقالت في نفسها: يا الله، كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ فجاءها جواب الله جلت قدرته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. وقد بشرها الله سبحانه وتعالى بأنه سيعلم ولدها الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وأنه سيكون رسولا لبني إسرائيل، وسيؤيده بالكثير من المعجزات التي تدل على صدق رسالته. ومرت الأيام، وظهرت على مريم العذراء علامات الحمل، وأخذ بطنها يكبر، وأخذ الخوف والقلق يعتريانها، فهي الطاهرة العفيفة الشريفة التي لم تتعود على مثل هذه الأمور. قالت مريم وهي تدعو ربها في محرابها: يا الله، استرني ولا تفضحني، يا الله، أنا أمتك، فهون علي مصابي. اعتزلت مريم الناس، فذهبت إلى مكان بعيد في مدينة ناصرة حتى تكون بعيدة عن العيون. وعندما حانت ساعة الولادة، جلست مريم تحت نخلة يابسة
وهي تعاني آلام المخاض، وولدت المسيح عليه السلام، وهي حزينة باكية تقول في نفسها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقد تمنت الموت على هذا الموقف الذي هي فيه. وبينما هي في حزنها سمعت صوتا يناديها: ألا تحزني يا مريم، وانظري أسفل منك تجدي الماء العذب يجري، وانظري إلى النخلة اليابسة تجديها قد أثمرت، فاشرب الماء وكل الرطب حتى يقوى عودك وتستردي جزءا من صحتك، وإن قابلت بعض البشر في طريقك فقولي أنك نظرت الصوم لله تعالى، وأنك لن تكلمي بعد هذا اليوم إنسيا. هدأت نفس مريم بعد الذي سمعته، وغشيتها السكينة، فحملت ولدها وذهبت به إلى قومها. فلما رأوها دهشوا مما رأوا وغضبوا: يا مريم، ما هذا؟ ما الذي تحملينه؟ لقد قمت بإثم عظيم لا يساويه إثم. يا أخت هارون، ما كان أخوك امرئ سوء وما كانت أمك بغية، فكيف فعلت هذا؟ فقالت مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أرد عليكم، وإن أردتم معرفة الحقيقة اسألوا ولدي. دهش القوم من كلام مريم البتول وازدادوا حيرة على حيرتهم. يا مريم، كيف تطلبين منا أن نكلم هذا الطفل الصغير؟ وهل يستطيع الكلام من كان في عمره؟ وماذا بعد يا جدي؟ تكلم عيسى عليه السلام وهو في المهد، فقال لهم: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. دهش القوم وانعقدت ألسنتهم أمام المعجزة العظيمة، وعلموا أن لهذا الطفل شأنا عظيما. كبر عيسى عليه السلام وصارت دلائل نبوته تظهر عليه، فهو يعلم ما خفي بإذن الله، وفاق علمه علم معلميه. ومن ثم دخل مع أمه إلى بيت المقدس، فرأى انتشار الفساد والظلم وتنافر الناس. فلما بلغ 30 من العمر تلقى الإنجيل الذي جاء مصدقا للتوراة التي قام بنو إسرائيل بتحريفها. أخذ عيسى عليه السلام يدعو الناس إلى عبادة الله واجتناب نواهيه، وأحل لهم بعض ما حرم عليهم في التوراة. كان عيسى عليه السلام في جمع من الناس فقال لهم: يا أيها الناس، إني أدعوكم لعبادة الله وحده، ونبذ الظلم، وترك الفسق والطغيان. يا أيها الناس، إني جئت مصدقا لرسالة موسى عليه السلام، فعودوا إلى حقيقة الرسالة، عودوا إلى الإسلام حتى تفوزوا يوم القيامة. يا عيسى، ما أنت بنبي،
ونحن نعلم أنه لا يوجد حساب ولا عقاب ولا حشر. والله إنه لصادق، وأنه يدعونا لخيرنا. نعم والله، إنني أصدقك يا ابن مريم. وأنا أصدقك أيضا. تجمع حول عيسى عليه السلام كثير من الناس آمنوا به، وأيده الله سبحانه وتعالى بالكثير من المعجزات، فهو يخلق من الطين الطير وينفخ فيه فيصبح حيا بإذن الله، ويشفي الأعمى والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبرهم ماذا يدخرون. كفرت طائفة من بني إسرائيل وآمنت طائفة، ولما ضاق عيسى عليه السلام بالفئة الكافرة سأل عيسى من آمن معه: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. خرج عيسى عليه السلام وأصحابه الحواريون من مدينتهم وهم ملتفون حوله يدفعون عنه الأذى ويتبعونه على ما جاء به من عند الله، وساروا إلى أن وجدوا أنفسهم في صحراء قاحلة ليس بها طعام أو ماء، فشعروا بالجوع والعطش الشديدين، ولما لم يستطيعوا تحمل ما حل بهم من الجوع والعطش ذهبوا إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى، يا عيسى، ادعو لنا الله جلت قدرته أن ينزل علينا مائدة من السماء. سأل عيسى عليه السلام: لماذا تطلبون هذه المعجزة؟ ألم تصدقوا ما بعثت به من معجزات؟ يا عيسى، إنا نؤمن بالله ونؤمن بأنك رسوله، ولا نطلب المعجزات، ولكننا شديدو الجوع، وما طلبنا منك هذا الطلب إلا كي نحافظ على أنفسنا من الهلاك وحتى تطمئن قلوبنا بالإيمان. فلما أحس عيسى عليه السلام إصرارهم على طلبهم دعا ربه قائلا: اللهم ربنا، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. فاستجاب الله لرسوله عيسى وأنزل عليهم مائدة من السماء، ولكن الله حذرهم من أن من يكفر منهم فسوف يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. أكل الحواريون وشربوا منها فزاد إيمانهم، ولما سمع الناس بهذا دخل خلق كثير في الإسلام الذي هو الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام. ازدادت قوة عيسى عليه السلام، فقد ازداد أنصاره ومؤيدوه، إلا أن اليهود ازدادوا عنادا وكفرا وغيظا، وحرضوا عليه ملوكهم، فها هم نفر من اليهود عند أحد ملوكهم. سيدي ومليكي، إن عيسى رجل مثير للفتن، يريد أن تسود الفوضى بلادك، وإنه أيضا يحرض الناس عليكم. بدت الدهشة على الملك: لأقتلنه وأجعله عبرة لمن تسول له نفسه عصياني. يا مولاي، إنه طامع في ملكك. ازداد غضب الملك الذي أخذ يتهدد ويتوعد: أحضره لي، سأجعله عبرة للناس. هل استطاعوا إحضار عيسى عليه السلام؟ لم يستطع اليهود الإتيان بعيسى عليه السلام، فأرسلوا جواسيسهم يتعرفون أخباره، وأخذوا يشيعون بين الناس أن عيسى عليه السلام ساحر، وكل ما لديه من معجزات هي نوع من السحر سحر به عقول الناس، إلا أن الناس ازدادوا إيمانا بعيسى عليه السلام وبرسالته. وذات يوم
جاء رجل ضعيف من أتباعه إلى نفر من اليهود. أنا أعرف مكان عيسى. حقا؟ أين هو؟ دلنا عليه. سأخبركم بمكانه، ولكن يجب أن تعطوني من المال والذهب الكثير. سنعطيك ما تريد ما تريد، ولكن أخبرنا بمكانه. فأخبرهم الرجل بمكان عيسى عليه السلام، فذهبوا إلى الملك فأرسل معهم عددا كبيرا من الجنود لقتل عيسى عليه السلام. علم عيسى عليه السلام بما حدث فاختفى عن الأنظار، ولكن الجنود عثروا عليه إلا أن الله حمى نبيه منهم فأخفاه عنهم ورفعه الله إليه. فدا أحد الحواريين عيسى عليه السلام فألقى الله عليه الشبه، فظن الجنود أنه عيسى عليه السلام، فألقوا القبض عليه وصلبوه وهم يحسبون أنهم صلبوا عيسى عليه السلام. أخبرنا الله تعالى بأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان يدعو الناس إلى الإيمان بدين محمد كما سبق، وأن بشر به قبل أن يرفع إلى السماء. إن هذه القصة ممتعة جدا، ونستفيد منها الكثير من العبر.